انا داز عندي عادي، ماشي بحال كاع الناس اللي كيكونوا بزاف سيغ سوشيال ميديا. كنت فرجت واحد السيري كاع مسوقه، من بعد عرفت بالله من لي زامي ديالي بالله راه مقطوع عندهم، حيت سولوني قالوا لي صوناو لي في لي زابيل هما ولا فامي قالوا لي اش خدام عندك واتساب، حيت بزاف هما كيخدموا سيغ لابليكاسيون واتساب. من بعد عرفت بالله راه كاع لي زابليكاسيون ماشي غا واتساب. انا كنت كنتفرج في لي سيري سو ما كانش مختلف عندي، بحال هما اصلا ماشي كلشي اللي تعرض للضرر اكثر من الشركات، يعني اكثر من الناس العاديين، دوك الشركات اللي كيخدموا اونلاين، اللي كيعقدوا دوك الاتفاقيات، اللي كيديروا لا كوميرس اونلاين، هذوك بزاف اللي ضروا اكثر من الناس العاديين، وسورتو حتى الناس اللي كيكونوا من بلاد اخرى كيتواصلوا مع الوالدين ديالهم سوغ السوشيال ميديا، حيت لابيل شويه غاليه، لابيل انترناسيونال، هذوك اللي غيكونوا ضروا اكثر من اي واحد، والطلبه اللي كيتسناو لي كور ديالهم اونلاين. عادي هاني عشت انايا وعشت شحال من واحد ما عنده لا تليفون لا والو، عادي بخير وعلى خير. يعني بالعكس هذه الفكره هادي خاطئه بزاف. انا بعدا الحمد لله ما عنديش تليفون، فهمتي وجهه النظر ديالي ان مواقع التواصل الاجتماعي ما خدامينش، استعملتهم ولكن هو عندهم استعمالات مزيانه وخايبين. الاستعمالات المزيانه الا قلبتي على شي مواضيع فهمتيني، انا دابا بحال هكا تنقلب على الساندويتش جداد وكذا، يعني تيفيدوني. ما بالنسبه لواحد اخر بيبقى ضالي النهار كامل وهو طالع نازل طالع نازل فهمتي، ما كاينلاش يعني هادشي كيمضي على الوقت. وهو صراحة بحال إلا قلتي العالم كامل توقف، حيت بحال قلتي شي حاجة كنا مدمنين عليها، شي حاجة مدمنين عليها وحيد تاني كتجي قاصحة. ما صراحة ما درت فيها والو، جلسنا مع والدينا شحال هذي، ما جلسنا مع والدينا، جلسنا مع والدينا ديك الوقيتة وصافي، هادشي اللي كاين. حتى شحال من حاجة تحرمنا منها، كتكون داير بلانات ساعات هذا سميتو، تما ما كتلقاش باش تواصل مع صحابك، باش تخرج ديك الساعات، ولا باش تعرف بان احنا وصلنا لواحد الزمن هذا سميتو محتاج للتكنولوجيا بنسبه كبيره. ما دخلتش بزاف لهاد التطبيقات هادو، يعني ما حسيتش بداك الفرق، لكن ملي دخلت في العشيه، ملي رجع مثلا التطبيق ديال الفيسبوك، ملي رجعت لقيت واحد ردود فعل، لقيت الناس تاثرات وولفات لمواقع التواصل الاجتماعي. كيف ما كتعرف راه دابا المواقع التواصل الاجتماعي ولات كتاثر بشكل كبير على الحياه ديالنا في اليوميه، ويمكن ليها تاثر ماشي بزاف، ولكن الناس اللي خدامين دابا اغلبيه ولاو كي التطبيقات ولاو كيقربوا لهم الخدمه، ولاو كيقدروا يديروا فيهم اجتماعات، يعني يقدر يأثر مستقبله. من المدمنين ضروري خاصك تجيب فراكس ديال الشعوب الاخرى وديال عباد الله. كاين شويه ديال الادمان، ولكن نقدر نتخلى عليه، اللي هو ملي تقطع يعني ما فرقش معايا بزاف الامر، لانه كان بزاف ديال الوسائل تاع التسليه واحد اخرين بالنسبه ليا، نقدر نقرا كتاب، نقدر نتفرج في سيري، نقدر نتفرج على التلفزيون، يعني كاينين دوطخ تكنولوجي كنستعملوهم في النهار ديالنا اكثر من لي سوشيال ميديا، كنستعملوهم غير باش نتواصلوا مع الناس. غير انا ماشي شي وحده بعيده بزاف على لي بارون ديالي وداك الشيء، حتى صحابي كاينين حدايا، يعني غير لي زابيل العاديه راه نقدروا نتواصلوا بيناتنا، ما احتاجيتش بزاف السوشيال ميديا. اللي محتاجينهم بزاف هما دوك بحال دوك الشركات اللي كيكونوا كيديروا المبيعات ديالهم من بلاد لبلاد، والناس اللي بعادين بزاف كيف ما قلت.